حضراتكم بس اسمحوا لي بعد اذن حضراتكم، يعني قبل لما اخش واتكلم واستعرض مع حضراتكم الاخبار، هحكي لحضراتكم عن قصة يعني حصلت ليا يعني شخصية، يعني من يومين كده دخلت حضراتكم سينما، طبعا العيد سينما، سينمات، في فيلم نزل في العيد من يوم 1 مايو، انا مش هذكر اسمه، ولكن هذا الفيلم اعتقد ان هو هيخش التاريخ في تاريخ السينما المصرية وفي وجدان الشعب المصري. الفيلم ده بيتكلم عن ما حدث في ليبيا من قتل لأقباط مصر، مسيحي مصر في تلك الفترة لما قتلوهم على البحر أو ذبحوهم على البحر للأسف، الله يرحمهم جميعا. بيتناول هذا الموضوع، بيتناول قد إيه المشاعر الجميلة ما بين المسلم والمسيحي في ليبيا لما يكونوا بره مصر، ما بين المسلم والمسيحي المصري، ما بينهم وبين بعض. بيتناول العديد والعديد من الظروف الاقتصادية لأهالينا اللي بيتغربوا في كثير من الدول العربية. هذا الفيلم بيتعرض لكلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، اللي ألقى البيان وكلمة في تلك الفترة واتكلم عن حق الرد للدولة المصرية في قتل أقباط مصر في تلك الفترة في ليبيا. بيتناول هذا الفيلم أيضا دور القوات المسلحة المصرية والجهات الأمنية من المخابرات الحربية والمخابرات العامة وكل الأسلحة في القوات المسلحة المصرية والأفرع، وقد إيه في مجهود كبير بذل في وقت قصير جدا عشان نأخذ ثأر أقباط مصر اللي تم قتلهم على البحر في ليبيا. طبعا ده كان يوم حزين، انا في ناس في السينما كنت بشوفهم بتعيط، انا شفت ناس عمالة تسقف من نص الفيلم لغاية اخر الفيلم، انا شفت اعتقد يعني انه ده هيبقى يعتبر اول فيلم سينمائي مصري بيتناول القوات المسلحة المصرية، القوات الجوية المصرية بطريقة حديثة وتصوير حديث، يعني مش ايام بقى اسماعيل ياسين في الطيران وبتاع، طبعا الافلام الجميلة دي اللي احنا اجيال ورا اجيال بنحبها يعني، وطبعا بعض الافلام الابيض واسود كمان لما كانت بتصور الطائرات المصرية والقوات الجوية المصرية طبعا، لكن الفيلم ده في يعني ادارة القوات المسلحة المصرية ادت دعم كبير جدا، واضح جدا في الفيلم ان في دعم كبير جدا لهذا الفيلم وهذا السيناريو لانتاجه، يعني واضح جدا الشؤون المعنوية قد ايه اكيد ممكن تكون تعبت بشكل قوي جدا لخروج هذا الفيلم بهذا الشكل. اولا واخيرا تحية اللي نزل وعرض هذا الفيلم بالتزامن مع اعياد القيامة المجيد لاخواتنا اقباط مصر والبابا تودروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة الملقصية، وهم بيصلوا والاحتفال باليوم العيد القيامة، وجه الشكر للقوات المسلحة المصرية ولفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وللدولة المصرية انه هذا الفيلم وضح الدولة المصرية ما بتسيبش حق المصري مسلم او مسيحي. فحقيقي فيلم يستاهل ان الواحد يعني يشوفه وياخد فكرة عن ما حدث ودور المخابرات العامة والمخابرات الحربية في انك انت تقدر تطلع هذه الحملات الطائرات الحربية للوصول للأهداف بدقة للقضاء على الإرهابيين في مواقعهم المختلفة.
تحية كبيرة جدا طبعا للقوات المسلحة المصرية ان هي دعمت هذا الفيلم ليخرج الى النور في اعياد الاقباط مصر، اعياد عيد القيامة المجيد 2024. هذا التزامن عظيم. برجع اقول لحضراتكم تاني، في ناس كانت بتدمع في السينما، وفي ناس كانت بتسقف، شباب صغير وشباب كبير، الآباء وأجداد، والروح دي تحية كبيرة لصانعي هذا الفيلم اللي وصل الرسالة بشكل قوي جدا لكل الطبقات المصرية. طبعا ربنا يحفظ بلدنا جمهورية مصر العربية الجميلة. اسمعوا لي حضراتكم بقى ايه، نستعرض بعض من الاخبار النهارده حضراتكم، يعني حلقتي كده خفيفه لذيذه لطيفه، ها، وهي شم النسيم وعيد يجمع كل المصريين. دائما الاعياد في جمهوريه مصر العربيه يا جميع انحاء العالم، يا جميع شعوب العالم، دائما المصريين ايا كانت ديانتهم الاعياد كلها بتجمعنا، كلنا بنحتفل بيها. السنة دي حتى يعني الصيام المسيحي والمسلم كانوا بيصوموا هما الاثنين لربنا سبحانه وتعالى. فشم النسيم بقى وعيد يجمع كل المصريين، دكتور مجدي شاكر كبير الاثريين في وزارة الاثار، وهنتكلم عن احفاد الفراعنة بيحتفلوا بقى لهم 7000 سنة وبياكلوا الفسيخ والرنجة والبصل الاخضر والبيض والحاجات الحلوة دي كلها. اسمحوا لي بعد اذن حضراتكم اقرا اهم الاخبار اليوم.